عمليات التعويضات التي سيتم الشروع فيها بدءا من الفاتح جانفي 2021 تخص تحاليل الكشف عن فيروس كورونا. الفحص بسكانير الصدري سكانير توراسيك كوفيد 19 بتعويض مالي محدد ب 5000 دينار جزائري. الاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد 19 بتعويض مالي محدد ب 3500 دينار جزائري. الاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية كوفيد 19 تيست أنتيجينيك بتعويض مالي محدد ب 1500 دينار جزائري. ويتعين على المعنيين التقدم إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسبون إليها مرفوقين بالوصفة الطبية والتقرير فحص الأشعة. وإن شاء الله ما تكونش فيها تعقيدات وتكون فيها تسهيلات ومام تعويضات يكونوا تكون تعويضات مهمة. مادام ساكن زوالية داروا بدراهم الكورونا دونك صافي بليزير يعودوا لهم دراهم. صاوا شنو يسهلوا لنا شويه باك في الوراق. هما داروا الواجب ويتهلاو في الزوالي، احنا تساعدنا علاش لا لا. الله يبارك، حاجه مليحه مدى بينا. عسى ان تكون السنه الجديده فال خير بضمان كل حقوق المجتمع.